قومي الوحدة والتاتا مول لبغيناه يكون يكون الوحدة والتاتا مول لبغيناه يكون يكون وهذا عار هذا عار هذا عار هذا عار وبركة من الاحتقار وبركة من الاحتقار على الشينا وحس الشينا على الشينا وحس الشينا وحقوقنا اللي بغينا وحقوقنا اللي بغينا كنطلبوا من الناس المسؤولين ديال هاد الإدارة باش يحلوا الحوارات الجادة والمسؤولة. هذا دوسي اللي ما غيسكتوش عليه المتقاعدين، هذا دوسي اللي كيهمهم، هذا دوسي اللي تخدع من العراق الجبين ديالهم. هاد الناس راه ما كيهضروش على الفراغ، هاد الناس راه ماشي نعسو فاقوا قال لك غنمشيو قدام شركة براسلي وغنطلبوا الحقوق ديالنا. هاد الناس عارفين واعيين اش كيقولوا. حنا اليوم جينا اليوم لهاد الوقفة احتجاجية كمساندين الاخوان ديال المتقاعدين ديال شركه براسلي ماروك. هاد المتقاعدين اللي داخلين في سلسله من الاحتجاجات الانذاريه امام باب هاد الشركه نظرا لحرمانهم من التغطيه الصحيه المجانيه، والتي وهما هاد العمال اللي خدموا مده سنين داخل هاد المؤسسه وكانوا كيتعرضوا للاقتطاعات بلو دوبل سالير، أن بالمقابل انهم ما بعد لا غوتريت ديالهم باش يستافدوا من التغطيه المجانيه. فعلا داز وهذا الشيء كله بمحضر اتفاق اللي هو مسني في 1998، وهذا المحضر ماشي جا عن فراغ، بالعكس راه قبلوه هاد العمال والشركه باش تسينيه مقابل تنازلات عن مسائل اللي كتهم العمال مهمه، كانت فيها تنازلات كثيره من هاد العمال على مسائل اخرى بالمقابل استفادة من التغطية المجانية ما بعد التقاعد. فعلا هاد الصندوق اللي فيه عدة ملايير كتفوت 17 مليار ديال سنتيم اللي في هاد الصندوق، اليوم كيتفاجئوا بهاد الشركة بأنها بغات تهز المعمل كلهم وتدوزهم التغطية الصحية لامو. الناس ماشي كترفض لامو، ماشي رافضة هاد الورش الملكي اللي هو أصلا كيصهر عليه سيدنا، وباش يكون ورش باش يكون هذا الورش يستافد منه جميع المغاربه. بالعكس هما كيقول لك مرحبا بهذا لامو، مرحبا بالضمان الاجتماعي، ولكن بالمقابل كيتسائلوا على المدخرات تاعهم لهذا الصندوق فين مشات، ما مصير هذه الفلوس، علاش هذه الفلوس بغى يحيدوها لهاد الناس وهي ديالتهم، تقطعت لهم من السوق تاعهم، تقطعت لهم من فلوسهم. اليوم كيقولوا كيطالبوا هم جميعا متقاعدين ديال المغرب كله باش هاد الاقتطاعات تاعهم ترجع ليهم، يبركوا هاد الاداره مع المسؤولين ديال المتقاعدين، يبركوا حوارات ويشوفوا اللي اليوم يرجعوا ليهم، ومرحبا بهم ديك الساعه اذا رجعوا الى مشاو للتغطيه الصحيه ما عندناش مشكل، ولكن المدخرات تاعهم داخل هاد الصناديق هما كيرفضوا انها تمشي لهم هكا هباء منثوره، غيرفضوا بانها يسكتوا على هذا الملف، هذا ملف كي مصيرهم ديالهم وغيبقاو يناضلوا عليه، وكنتمناو من الاداره باش تفتح حوارات جاده ومسؤوله. وتحيه لجميع المنابر الاعلاميه صوتنا الثاني في تبليغ هذه الرساله تاعنا لجميع اصحاب الشان اللي كيهموا هذا الامر، وشكرا. كنستنكروا هذا الشيء اللي اتخذته شركه مشروبات المغرب اللي كانت الملكه ديال الشركه الفرنسيه الملكه لهذه شركه مشروبات المغرب. حنا اليوم كنستنكروا هذه القرارات اللي اتخذت حق المتقاعدين، انه المتقاعدين صيفطاتو لا سينيسيس لامو، وحنا عندنا ان بروتوكول اللي مسيني من 1998 اللي كيمنحنا التغطيه الصحيه مجانيه حسب الاقتطاعات اللي كنا كنأديو اثناء العمل ديالنا. كانوا كيقطعوا لينا وقال لك اودي باش ملي طريحوا تقاعد ما تبقاو تخلصوا تريال تستافدوا من المجانيه، عفونا عامين، ومن بعد داز عامين جا الحظر الصحي عاودوا فرضوا عنا الخلاص. وحنا كنستنكروا هاد القرارات اللي اتخذتها هاد الشركه الفرنسيه حق هاد المتقاعدين اللي افنوا الشباب ديالهم وعطاو الكثير، كاين اللي ضارب 40 عام 38 عام 36 عام اللي بناو اسسوا هاد الشركه، هما السبب باش وصلت الشركه لما هو عليه الان. اليوم كينوضوا ما بين عشيه وضحاها وكيقصيو هاد المتقاعد من شركه التامين، حيدوا ليه التامين وصيفطوه لامو. وكنقولوا اللهم ان هذا منكر، وحنا كنستنكروا هادشي
وحنا راه ما نسكتوش على هذا القمع اللي هو هما انهم كيقول لك هما فوق 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 السلطه. حنا راه كنقولوا ماذا حق وراءه طالب، حنا كنطالبوا غير بحقوق ديالنا، حنا ما جايينش طالبين عند هاد الناس باش يشفقوا علينا ولا باش يعطيونا شي حاجه اللي هي مستحيله. بغيت اخويا تصيفطني لامو مرحبا، ولكن عطيني الاقتطاعات ديالي كنتي كتعيدني من 1998 ردات جميع المتقاعدين ديال المغرب كامل. وحنايا راه الاشاره بغيتي تفتح حوار مستعدين، بغيتي ترد لينا فلوسنا مستعدين، بغيتي تصيفطنا لامو راه ما غاديش نقبلوا هاد المسائل هادي. وكنستنكروا هاد الشيء وكنقولوا لا للتعسف، لا للقمع، لا للحرمان المتقاعدين من التغطيه الصحيه، نعم للحوار، نعم للتطبيب. والسلام عليكم.